ليه دايما بيقول لك ايه ان الرجاله ممكن ما بتفهمش الستات بشكل كبير؟ يعني دايما ليه هنا في عندنا مشكله ان ممكن الرجاله ما يعني ما بيوصلهاش الموضوع من السيدات لما تيجي تتكلم قدامهم في موضوع معين او محدد؟ هو ممكن ايه ما يبقاش الموضوع على هواه، ممكن الموضوع ما يستوعبوش بشكل كبير، سامع وعامل مش سامع، ممكن سامع ومكبر دماغه. كلها اسباب ودراسات علميه اكدوها بقى. لو ايه، لو ان الراجل ساعات ممكن في الاوقات دي فعلا ما يكونش فاهمها، بس هم حددوها بقى بسبب غريب جدا، بسبب غريب جدا بقى. انا مش مقتنعه بيه خالص يا جماعه. بصوا، يمكن احنا فعلا اغلب مشاكلنا زي ما كان بيقول فاروق كده، ان احنا بنشوف انه الراجل ما بيفهمناش عشان اسباب مختلفه، ان هو مطنش، سامع ومش عايز يرد، سامع ومش راضي يعلق، يعني اسباب كده اللي هي اسباب الخناقات مثلا الظريفه اللطيفه. ولكن الدراسه اللي معانا النهارده بتقول انه الراجل هو حقيقي ما بيفهمش الست بسبب صوتها. هم شايفين انه صوت الست الراجل بيترجمه في عقله ان ده صوت يعني مش موجود، او مش موجود، مش جاد. يعني هو بالنسبه له الصوت الجد اللي بيقول كلام بجد اللي هو الصوت الخشن كده، اللي هو الصوت الرجولي. انما صوت الست بالنسبه له هو لا وحش. يعني كمان طلع صوتنا بيعصبكم. هو هنا في مشكله في الصوت، يعني هنا في مشكله عند الراجل مثلا، ممكن يعني الصوت هو اللي بيضايقه، ممكن الصوت الرفيع او اللي هو بيتقال عليه ايه مثلا، الصوت يعني الناعم، الصوت الناعم شويتين ثلاثه. مش عارفه، دي دراسه غريبه جدا. يعني انا اللي عارفه انه الرجاله بتحب الصوت الناعم، يعني ازاي انه طيب هو لحد هنا قالوا ان الدراسه يعني ايه واقفه في حق الراجل شويه. يعني الموضوع لحد اللحظه دي كويس جدا، وكمان ايه بينصف الراجل. لو بقى ان برضه من ضمن الحاجات يعني اللي كانوا بيتكلموا عليها، ان في بعض الكتب يعني اللي اتكلمت ان كل واحد في تفكيره مختلف عن الاخر، او احنا الاثنين كجنسين يعني لا، كل واحد فينا ليه تفكيره وليه تركيبه دماغه اللي ربنا خلقه بيها، يعني عشان كده ممكن مفيش تواصل. ومن ضمنها يمكن برضو اللي ذكر بعض الحاجات دي، كان في كتاب يعني اتكلم بقى بالتفصيل عن الموضوع ده، وهو كتاب الرجال المفروض من المريخ والنساء من الزهره، عشان يتكلم بقى عن بعض الفروقات اللي المفروض يعني الاثنين يعني واقعين فيها. هو ايه المشكله هنا؟ المشكله ان هنا تكوين الراجل مختلف عن تكوين الست. صح. وتكوين الست هنا بيقول لك ان هو بيصغر عن الراجل بثلاث سنوات مش بيكبر. مع ان ده انا بقى بشوف انه العكس تماما. انا طول الوقت بشوف انه الستات هي اللي سنها او يعني عقلها سابق سنها، فدايما يقول لك حتى ايه لما البنت تيجي ترتبط بحد، ارتبطي بحد ما يكونش يعني قدك في السن او اكبر بسنه او سنتين، اللي هو يكونوا عدينا الثلاث سنين. فانا بحس دايما انه العكس. انا مش عارفه ليه الدراسات ما عندني النهارده بجد والله. ضدك النهارده. يعني بحس فعلا انه البنات عقلها سابق، حتى يقول لك انه هي ناضجه اكتر او بتبقى اعقل في سن معين. البنت وبرد البنت بتبقى اعقل اسرع من الراجل بالزبط شويه مثلا. بالزبط. بس هي في النقطه دي بقى عملوا عليها ايه بعض الدراسات اللي ممكن على بعض الاشخاص لمده ثلاث سنين او لفتره يعني مش قليله. جابوا اعمار سنيه من 84 راجل و121 ست، تراوحت اعمارهم ما بين 20 و80 سنه. ولو بقى ان الاعمار دي كلها في اخر خالص برضو، لا ان في تفاوت في بشكل معين بين الراجل والست، يعني ان هي اصغر منه برضو بثلاث سنين. فطبعا هي جزئيه علميه، لكن في على ارض الواقع ممكن لا بشكل يعني عملي، يعني لا ممكن الست شويه تبقى سابقه سنها بشكل كبير. يعني دي حاجه كويسه. شكرا. بس بقى قالوا حاجه تانية. ايه؟ انا اقول، قول انت بقى. ودي برضو حاجه غريبه شويه، بس هي الدراسه بتاكد انه مخ الست في تعريجات او تعرجات اكتر من مخ الراجل. يعني طيب ده بيدل على ايه بقى؟ ده بيدل على ان دماغها بتحتوي على روابط بتخليها تفهم وتدرك الموضوع يعني بشكل احسن من الراجل شويه، على عكس الراجل ان هو يعني اقل شويه في الذكاء او النصاحه زي ما بيقولوا من الستات.